النهارده اكاديميه اخبار اليوم بتقدم ايه لطلاب الثانويه العامه من خلال معرض اخبار اليوم التعليمي؟ احنا اكاديميه اخبار اليوم احنا مؤسسه عريقه بدات سنه 1999. بدات في الاول بانشاء قسم الصحافه، بعديها هندسه بالفرعين بتوعها، هندسه الميكانيكا وهندسه الكهرباء. بعديهم انضم لهم قسم علوم الاداره باللغه الانجليزيه، ومؤخرا من 3 سنين بدا عندنا قسم علوم الاداره باللغه العربيه، فاصبح عندنا 5 اقسام في الاكاديميه. طب كنت عايز اعرف الحد الادنى بتاع الطلاب الثانويه العامه اللي يقدروا يتقدموا فيه النهارده في الاكاديميه؟ احنا بالنسبه لنا التنسيق المبدئي او التنسيق بتاع السنه اللي فاتت، احنا عندنا طبعا 5 اقسام زي ما وضحت قبل كده. عندنا قسم صحافه بيبدا من 55% بالنسبه للادبي، 54% بالنسبه للعلمي. عندنا برضو قسم علوم الاداره 54% بالنسبه للعلمي، 55% بالنسبه للادبي. لكن قسم علوم الاداره باللغه الانجليزيه بيشترط انك تكون حاصل على 75% من مجموع اللغه الانجليزيه اللي هو 37.5 درجة. في برضو قسم الهندسة كان السنة اللي فاتت من 62.5% من علم الرياضة. في قسم علوم الحاسب واللي عندنا دلوقتي بيجمع ما بين الاثنين، ما بين علم الرياضة وما بين علم علوم، كان بياخد السنة اللي فاتت من 60% علم الرياضة و 72.96% من علم علوم. طب ازاي النهاردة طلاب الثانوية العامة يقدروا يستفيدوا من معرض أخبار اليوم التعليمي؟ المعرض هو فرصة كويسة جدا انك تلاقي كل الجامعات اللي انت عايزها في مكان واحد. انت تيجي النهاردة تقدر في جزء معين انك هتتعرف على اخبار اليوم، هيتعرف على مكانها، هيتعرف على فرصك في الالتحاق بيها. هتقدر في مكان تاني هتلاقي جامعة تانية، هتلاقي جامعة حلوان، هتلاقي جامعة القاهرة، اي جامعة مهما تكون موجودة. فانت تقدر من خلال وجودك هنا ان انت بالنسبة لك هتسأل في الجامعة دي والجامعة دي، تقدر تحدد اختيارك من وانت واقف بدل ما تروح مشوار واثنين وثلاثة واربعة.